لهلأ ساكتة وما عم تحكي؟ لك احكي بقى خلصيني. اللعونة، بس قلنا مندبر حالنا بالتعويض، وهلأ فاتت خالدة لعنا وهي عم تضحك لتبشرنا انه مالنا مصاري. بسبب غبائك نحنا رح نبقى بالشوارع. شو رح يصير فينا هلأ؟ شو عملت فينا؟ خلاص اهدي بقى. بعدي عني. عمر بيك ما عاد يثق فيني. إلي سنين وأنا ناطرة ليكون إلي منصب محترم عنده بالمستشفى. وقت ضبطت القصة أكيد رح يقول لي أختك حرامية، رح يقبل إنه يشغلني بعد هلأ. احكي لا تجننيني. والله أنا ما بيهمني أبدا شو بده يقول عني هداك الدكتور السخيف. أنتي ما بتهميني، أنا يلي بيهمني شو بده يحكي عني. غبية، أنتي بتعرفي مين بيكون هذا الدكتور السخيف؟ ها؟ والله أنتي ما بتعرفي هذا الزلمة قديش بيكون مهم. لك قلت لك إنه ما بيهمني أبدا. أنا بدي أرجع ربيكي. ارجعي عليها يا غبية. ارجعي أنا. خلصنا. بابا شوف بنتك شو عملت فينا. ما عندي، ما بدها تحكي. نحن حرامية، نعرف منيح انه هي ما سرقت. ليش ما حكيت؟ ليش ما قالت لهم؟ انا يمكن اخسر شغلي بسببها، وهيك هلا رح نضطر نقعد ببيت اختي ونتبهدل. اطلعي لبرا، ضبي الاغراض بسرعة انتي واخواتك. يلا. بابا خلاص، يلا طبي اغراضك.